وأسرار لا يعرفها الرجل عن المرأة. بنجد تحية مرة تانية لحضراتكم ولضيوفنا النهاردة، والعنوان ده استوقفنا جدا واستفزنا، فدخلنا نقرأ علشان نشوف إيه هي الأسرار اللي الراجل ما يعرفهاش عن المرأة، وهل هو فعلا ما يعرفهاش، وهل لو اكتشفها ممكن تبقى علاقته بالمرأة تتغير للأحسن ويعني يوفر على نفسه متاعب ومشاكل. الحقيقة المتخصصين عملوا دراسات وتوصلوا لمجموعة من النقاط المهمة، ورغم أنها خلاص بقت معروفة ومتاحة بالفعل على مواقع صحفية مصرية وعربية ودولية، ولكن يبدو أنها بالنسبة لكثير من الرجال أسرار مش عارفينها عن المرأة، أو مش عايزين يعرفوها أو بيتجاهلوها. فهل المرأة فعلا حالة مستعصية على الرجل، ولا هو اللي مش مهتم يفهم طبيعتها ومش بيحاول يعرف مفاتيحها حتى لو متاحة بالفعل، ويعني وكأن ما فيش أسرار لورا لكن هو لا يكترث؟ احنا جمعنا مجموعة من النقاط اللي بيقولوا عليها أسرار لا يعرفها الرجل عن المرأة، وقلنا نناقش مجموعة من الشخصيات والعقليات الرائعة من ضيوفنا علشان نحاول نفهم قراية الرجل للوغاريتمات الستات عاملة ازاي. ومنورنا الكاتب المتميز جدا والدكتور الكبير دكتور حامد عبد الله، اهلا بحضرتك. اهلا استاذ. وصديقنا وزميلنا اللي دايما بيسعدنا وبيسري الحوار الكاتب الصحفي الاستاذ محمد صلاح، اهلا بيك. ولاول مره معانا الاعلامي والفنان هاني عامر، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا وسهلا بحضراتكم. هي دراسه، الدراسه دي فيها اكتر بتتكلم في ان احتمالات الراجل ما يبقاش عارف ده عن الستات، واني اشك، انا عارفه ان انتوا كرجاله عارفين كل حاجه عنها، بس انا هبتدي باول حاجه في الدراسه بيقولوا، وتصدقوا او ما تصدقوش، موافقين او مش موافقين لكم حق الاعتراض، ان الست ما عندهاش مشكله بل بتحب ان جوزها يخرج لوحده. يخرج لوحده؟ ما عندناش مشكله، لا يعني انها تقول اخرج، يعني لكل من يدعي ان احنا حابين ان احنا نسيطر على جوازاتنا وان احنا نكاديين، وان احنا لما بيجي يخرج مع اصحابه بقف احط ايديا في وسطي واقول له لا مش خارج، ان كل الكلام ده ما هي الا اشاعات ذكوريه الطباع، وان الاحصائيه بتقول لا، الست بتحب جوزها بالعكس يخرج مع اصحابه وينبسط. دي اعتقد صح لو هم في علاقة تفاهم وحب بينهم، أعتقد أن سواء بالنسبة للراجل أو بالنسبة للزوج أو الزوجة، أعتقد لو في حب وتفاهم فعلا بينهم من مصلحتهم أن كل واحد يبقى بينفرد مع أصدقائه لوحده في فترة من فترات، أولا دفعا للملل، ثانيا علشان ما يحسش أنه هو كل واحد فينا بيبقى قبل الزواج بيبقى له مجموعة من العلاقات، فما تحسش لو هي بتحبه فعلا ومتفاهمين. طبعا الجملة دي صحيحة 100%. يعني في أي وقت لو الستات اتخانقت مع جوزاتها ما بتحبهاش؟ لو اتخانقت كتير يبقى هنا عندها حب التملك بقى أو حب السيطرة، أو حاسة إن هو مش بيحبها قوي أو مش متفاهمين قوي، لكن هو ما عندوش مشكلة، مش مطمنها. وبرضو يعني أنا مثلا بالنسبة ليا كراجل، لا بالعكس، لازم الزوجة يبقى لها الحياة المستقلة شوية عن زوجها، وهو يبقى له حياة مستقلة ولهم مجموعة من الأصدقاء مستقلين عن بعض. في طبعا أصدقاء مشتركين وده حاجة جميلة طبعا وبتلم الزوجين، لكن الأفضل إن لازم يبقى الزوج له أصدقاء الطفولة، أصدقاء الشباب، الجامعة، النادي، دول كلهم دي مجموعات تانية خالص. أنا دلوقتي حضرتك بتشوف في الواتساب مجموعات، يعني كل واحد في مجموعة المدرسة، مجموعة الجامعة، مجموعة الفيسبوك، مجموعة الكلية، كل دولت ساعات يعني بيبقى إن التنوع ده صحي، ده صحي جدا. وانت شايف مبسوطين بقى في الخروجات الجماعية، الزوجة يحسوا بيها، الزوجة لو هي بتحب وصل فيه هتعمل كده طبعا، لكن لو هي عايزة تنكد عليها هتعمل طبعا. طب أستاذ محمد، بيقولوا ان الراجل مش فاهم في نفس النقطة ان الست بتبقى عايزة. الدراسة دي فين يا سهير؟ ايه؟ الدراسة دي هجيبها لك. لا فين يعني، في انهي بلد يعني؟ يعني الست بتتبسط لا عموما معمول على كل الستات الوطن يعني العالم. لا يعني لا 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 عالمية مش دراسة عربية. يعني انت شايف ان الستات ما بتحبش جوازها تخرج؟ طبعا. ليه بقى؟ عشان يحتويها. احتويني. لا طبعا، طبعا احنا بنتكلم
بيقولك ان هو بتحبه يخرج عشان هي بتحب تقعد وقت مع اصحابها، انها تعزم اصحابها في البيت، انها تخرج. بتسربه يعني، هو قاعد الست يعني كده تبقى بتسربه، بتحبه تاخد مساحه يعني كده، بتحبه يتبسط. لا وهي كمان تتبسط. ايوه لو كده انا معاك. لكن اللي قالته مفيده في الاول. لا طبعا، عشان كده سالتك الدراسه فين في الاسكيمو. يعني اخرج يا حبيبي بتاع عشان يخرج يتلج بره او ينشف. لكن أو انت أو مش شايف ان احنا كستات ما بنحبش جوازاتنا تخرج بره لوحدها؟ ما بتحبوش يتبسط. ليه؟ بتحبوش يتبسط يعني لو دي حاجه هتبسطه، لو هو هيخرج يتنكد او يتضايق او يتحر. طب انت كراجل ليه واخد هتبسط ليه كراجل واخد فكره ان الست ما بتحبش جوزها؟ يعني متاكد ان انت متاكد ان الست ما بتحبش جوزها ينبسط من غيرها. ليه انت متاكد من الكلمه دي؟ عشان هي بتشوف ان هي الانبساط. الانبساط. طب ما هي الانبساط ازاي ينبسط بره؟ طب ما هي لا انا الانبساط انبسط معايا. يعني عايز تعمل ايه؟ هتخرج تهزر مع اصحابك ده؟ نهزر. هتتعشى؟ نتعشى. طب وده انت كراجل هتغتت على اصحابك؟ اغتت عليك وعلى اللي خلفوه. طب انا هسالك سؤال بجد والله، سيكولوجيه الراجل هنا بتبقى فاهم؟ احنا بنتكلم على يعني على العموم يعني، طبعا في استثناءات وكل حاجه، لكن سيكولوجيه الراجل هنا رافض الحته دي، رافض ان فكره ان انت عشان اتجوزتك انا مش عايز اخرج طول الوقت معاكي، مش عايز اكل معاكي. لا يخرج معاها وكل حاجه، ما عندوش مشكله انه يخرج معاها، هي المشكله فيها مش فيه، هو يخرج مع اي حد. الراجل بيحب يخرج عادة. بس مش معاها. قليل يعني كده شويه يعني مش كتير اصل ما هي قاعده مع ما هو قاعد معاها اصلا. يخرج معاها تاني كتير ليه؟ يخرج معاها طبعا في ظروف اجتماعيه، مناسبات اجتماعيه، اهلا وسهلا. يعني الحاجات بقى اللي هي الخصوصيه بينهم يعني هم الاثنين بس وكده مش كتير، لانه عاده كمان في مشكله تانيه. ايه؟ احنا هنكمل الحوار اللي كان موجود في البيت يعني. لو في مشكله صح والله، دي نقطه هنكمله فهتنكد عليه. هو لما بيخرج عايز يخرج من الاطار ده، عايز يخرج صح من دي نقطة مود البيت ومود المشاكل ومود الرتابه ومود الملل عشان يرجع البيت يعني يعرف يكمل. ما هو ده في مصلحتها برضه، ما هي برضه في مصلحتها. ماشي اوكي متفقين يعني.